بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين سنبدأ الآن في تناول الوحدة الثانية من مقررنا والتي تتعلق بالأهداف الإدارية وسنبدأ الآن في تناول البعد الأول والخاص بتعريف الأهداف الإدارية أولا ما هو الهدف الإداري؟ الهدف الإداري هو رغبة تحدد حاضرا ويؤمل في تحقيقها مستقبلا من خلال أداء عمل معين أو ممارسة نشاط ما. فالهدف الإداري عموما هو كل نتيجة تتحقق من أداء عمل معين وتكون متوافقة مع رغبات الفرد أو المنظمات عند أداء العمل أو الإنتهاء منه، والهدف الإداري هو بالتبعية رد فعل محدد لعمل يمارسه المدير والمرؤوس بصورة محددة، ولكي نتناول تلك الأهداف لابد في البداية أن نضع شروطا أساسية للأهداف الإدارية، وتلك الشروط تتمثل في: اولا ان يكون هناك اطار محدد للهدف وان يكون هذا الاطار واضحا ولا يحتمل الغموض او التفسير باشكال متعدده تحديد اطار الهدف قد يحمل في ثناياه عده اهداف اخرى تسعى الاداره الى تحقيقها ثالثا بالاضافه الى وجود ان تكون الاهداف الاداريه محدده فانها ايضا يجب ان تكون واضحه ومعروفه ومعلنه للجميع ولا تحتمل اكثر من تفسيرا من قبل العاملين فمثلاً: القول بأن هدف الإدارة هو إنتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات، أو إنجاز العمل في أقل وقت ممكن، هي عبارات تحتمل التفسير بأشكال متعددة. رابعًا: إن الأهداف الإدارية قد تكون معلنة ولكنها قد لا تعمل بها الاداره وتسعى الى تحقيق اهداف اخرى بغرض تمويه الراي العام، وهذا ما يسمى بالتناقض بين الاهداف الرسميه التي وضعتها الاداره وتعمل على تحقيقها وبين الاهداف العمليه التي تقوم الاداره فعلا بالعمل على تنفيذها. ثانيا اهميه تحديد الاهداف. يمكن القول ان اهميه تحديد الاهداف تنبع من ما يلي: اولا الرغبه في تحسين وضع المنظمه. والتوسع في أنشطتها، اثنين: الرغبة في توحيد وتنسيق الجهود، ثلاثة: الرغبة في توجيه السياسات والنشاطات الإدارية نحو تحقيق الأهداف المرسومة، ثالثا: الأهداف العامة للمنظمة. المنظمة كخلية من خلايا المجتمع تتفاعل مع المجتمع الذي تتعايش فيه، وتتأثر بمجريات الأحداث به، وتسعى من خلال وجودها إلى تحقيق أهداف عامة معينة نذكر منها ما يلي: واحد مساعدة المحتاجين من خلال تقديم برامج للعمل، اثنين التعاون مع الحكومة في تنمية المجتمع، ثلاثة استغلال الموارد الطبيعية ومنع سوء استخدامها، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن للإدارة المنظمات أيضًا أهداف أخرى تنعكس من خلال الموازنة بين مصالح المستثمرين أو أصحاب الأسهم. في هذا الإطار يمكن أن نلخص أهداف الإدارة على النحو الآتي: 1 تحقيق الارباح لحملات الاسهم 2 انتاج او تقديم خدمه مرغوبه من قبل المستهلكين والعملاء 3 حمايه الموظفين وتوفير اقصى متطلبات الرفاهيه 4 تحقيق اقصى معدلات الانتاج واخيرا 5 التوسع والنمو إن هذه الأهداف العامة في إدارة المنظمات تتفرع عنها أهداف أخرى تخص إدارات وأقسام المنظمات، فالإدارات المختلفة مثلاً مثل إدارة الأفراد أو إدارة الإنتاج أو إدارة التسويق تجد كلها أهداف على ضوء الأهداف العامة وتحدد تلك الأهداف في ضوء الأهداف العامة للمنظمة وتحقيق الأهداف الفرعية التي تسعى إلى تلك الإدارات إلى تحقيقها وكما أن للمنظمة وللإدارة أهداف عامة فإن هناك أيضا أهداف للأفراد الذين يعملون بتلك المنظمات ويجب أن تعمل الإدارة على تحقيقها من ضمن تلك الأهداف واحد الحصول على أجور مناسبة اثنين توفير ظروف عمل جيدة ثلاثة توفير فرص التطور والترقية لهؤلاء العمال أربعة الاعتراف والتقدير بدور الموظف وتواجه الإدارة كما أسلفنا موقفا محرجا في محاولة الموازنة بين تحقيق أهداف ورغبات أصحاب المصالح المتعددة من المجتمع ومن حملة الاسهم والمستثمرين ومن العمال، فهناك رغبات لحملة الاسهم، وهناك رغبات للمديرين، وهناك رغبات واهداف للمجتمع، وهناك ايضا رغبات للموظفين داخل الشركة. ويمكن التوفيق بين هذه الاهداف من خلال اتباع الوسائل التالية: واحد الاقتناع والاعتراف، اثنين ترتيب الاهداف حسب اهميتها، ثلاثة تكوين لجان مشتركة، اربعة اشتراك الموظفين في بعض الجوانب الاداريه واخيرا خمسه اشتراك الموظفين في جزء من الارباح الاساسيه